انت في احداث ماساويه مرت بحياتك بالهبل بالهبل يعني بالكثره بهالمعنى كثير. قد ايه اثرت عليك وعلى ادائك بالشاشه؟ قد ايه صقلتك كشخص من جوا؟ والله هي ممكن ادت مساحه ممكن شجن او مساحه حزن داخل جوايا بقدر ان انا استخدمها، او من الخبرات اللي انا عشتها في ممكن حالات تمثيليه يا اما مشابهه اللي انا عشته في الحقيقه او يتماشى معاها نفس الانفعال ونفس المشاعر. وفاة اخوك الله يرحمه اثرت كثير فيك اكيد. قد ايه حملت من هم الماضي ومن هذه المأساة باعمالك وترجمتها كمان حسن؟ قد ايه حسيت بمحل كانت حزينه بديش تعطيك قوه بمحلات ثانيه؟ قصدك ان المحنه اللي انا ازاي بتفيدني في اللي انا بعمله؟ والله بص انا مش عارف، يعني انا مش عارف هل دي حاجه فادتني ولا ما فادتنيش. اذا قوتك بمحلات ثقلتك بنشوفها يعني يعني ممكن تاثير الموقف ده مثلا عليا في محن اتعرض فيها ليها علاقه بالنجاح والفشل في شغلتي او بقبول ادوار او طروح كده بتبقى بالنسبه لي بسيطه جدا نسبه للجرح او للموقف نفسه الاكبر اللي انا مريت بيه، فبيخلي ممكن خلاني مثابر اكتر. مش ما فينا نقول كمان مقبل على الحياه اكثر صح؟ وكانه الحياه ممكن تضيع منا بثانيه، نخسر كل شيء بثانيه. هو اصل السلاح ذو حدين، يعني ممكن الموقف ده يخلي حد مش مقبل على الحياه خالص. وممكن حد يقول لك ده الحياه بتروح في ثواني، حاول اعيش بقى اي حاجه. انت كنت اكيد من النوع الاول مقبل اكثر على الحياه. لا والله يعني بس اللي بيشوف اندفاعك وعملك بحس انه هذا الشيء قويك اكثر. انا بحب الشغل وبحب انجح، ولما زمان كنت بلعب كوره ما بحبش اخسر، ف بتعب بتضايق لو انا خسرت، بتضايق لو انا ما كنتش مميز. فالهدف ده عندي والطاقه دي بتبقى عندي طاقه كبيره جدا ان انا انجح في شغلي، فبعمل مجهود كبير. في النهايه توفيق بتاع ربنا، ممكن انجح ممكن ما انجحش، بس انا طاقتي في الشغل لا نهائيه. ممكن يبقى من ان برضو في وقت من الاوقات كان في واقع انا مش عايز اعيشه قوي، عايز اهرب منه فبهرب منه في الشغل.